من الأمراض الشائعة جدا والخطيرة، وخاصة الحالة اللي عندنا ما بترضاش مثلا تروح للدكتور أو بتتكسف تروح للدكتور. حتى مثلا لو احنا واقفين في الصيدلية تلاقي تخش كده، ولو ما لقيتش دكتورة تلاقي قامت مثلا هتكجل وتقوم واخدة بعضها وماشي. يعني المواضيع دي ما فيهاش إحراج ولا فيها أي مشكلة، يعني خش وشوف انت عاوزة ايه واحكي المشكلة والأعراض اللي بتظهر، وإن شاء الله هنلاقي حل. ولو الحالة تستدعي الدكتور أو تحليل اللازمة بنوجهك للدكتور فورا في الحالات دي. الحالات دي ما فيهاش إحراج، احنا بس جاست هنقول بس الحاجات أو المميزات والأعراض والعلاجات المستخدمة، ونعرفك الأدوية دي بتستخدم ازاي وإيه الأسباب، ولو جت للأعراض دي اتصرف ازاي. فبعض الحالات اللي بنقولها دي ممكن نعالجها واحنا قاعدين في البيت، وفي بعض الحالات لازم تروح للدكتور فورا. الكلام ده ما فيهوش هزار. السلام عليكم، الاخبار؟ يا رب تكون دايما بخير وبصحة وسعادة. ان شاء الله الحلقة دي لو عجبتك لازم تقول لنا رأيك في الكومنتات تحت، ولو انت حابة موضوع معين تقدر تكتب لنا تحت في الكومنتات. ولو انت برضك بتتحرج برضك بعد المقدمة الطويلة العريضة دي تقدر تبعت لنا على الخاص، وان شاء الله نعرف نحل المشكلة دي ونعرض المشكلة والحل في الفيديوهات القادمة. اول حاجة تعالى نشوف ما هو اختصار كلمة البي في، او ما تشير كلمة البي في. اول حاجة لازم نعرفها في حاجة مطلق كده بنقول عليه التهابات البكتيرية في المهبل، وطبعا اللفظ ده بيشير الى كمية التهابات كتيرة جدا في المهبل. يعني مش شرط الفيديو اللي احنا نقول فيه ده التهابات يبقى كل التهابات بتبقى عبارة عن الأعراض دي، لا، هو كل بكتيريا بتصيب جزء بنعرف الأعراض بتاعتها، بتسبب أعراض معينة بنستخدم لها مضاد حيوي معين. يعني لو جبنا مضاد حيوي واستخدمناه لبكتيريا مش مخصص لها ما بتجيبش معانا نتيجة. يعني كل بكتيريا عندنا لها مضاد حيوي مخصص، يعني مش شرط عشان عندي عدوى بكتيرية وباخد مضاد حيوي يبقى مضاد حيوي يجيب معايا نتيجة. لازم أكون المضاد الحيوي اللي أنا باخده يبقى هو أصلا مخصص عشان البكتيريا دي. طيب ما هو بقى كلمة البي في؟ البي في ده اختصار إلى كلمة بكتيريال فاجنوزس، يعني التهابات بتصيب المهبل، ودي بتبقى بكتيريا طبيعية جدا بنطلق عليها أو بنحطها تحت قسم الأناروبيك بكتيريا. بيطلق على البكتيريا دي اسمها جرادرانيلا بكتيريا، وغالبا البكتيريا دي بتصيب واحدة بس من كل 3 نساء حول العالم. طب ايه اللي بيسبب البي في؟ طبعا الحلقات بتاعتنا بتبقى مليانه شويه اختصارات كده وشويه مصطلحات طبيه، بس انا ببقى اقول المعنى وانا ماشي كده. يعني كلمه بي في ده اختصار لبكتيريا فاجنوزس، يعني هنقولها كتير فانت حاول تلقطي معايا الفيديو معايا. طبعا البكتيريا دي بتبقى حاجة طبيعية جدا، يعني اللي بيسبب التهابات البكتيرية دي بتبقى حاجة يعني طبيعية جدا، يعني ممكن تصاب بالبي في. يعني لو مثلا بسبب التغيرات الهرمونية، يعني مثلا فترة البلوغ، فترة الحمل، فترة سن اليأس، يعني بتبقى عدوى بكتيرية يعني طبيعية، يعني ما تقلقيش لو جات لك البي في. تاني حاجة ممكن يكون بسبب مثلا اللولب النحاسي، دي برضه بيكون الوسط المناسب لنمو البكتيريا دي، والبكتيريا دي من البكتيريا الغلسة جدا، يعني لو شافت مكان بتلم أصحابها وبيعملوا مستوطنة كاملة. يعني بتبقى الأعراض بتاعت البكتيريا دي بتبقى أعراض شديدة جدا. تاني حاجة تراكم المية في المنطقة دي ممكن يسبب نمو البكتيريا، وارتداء الملابس الضيقة اللي هي بيسموها النايلون دي برضك ممكن تسبب نمو البكتيريا. طب ما هو أعراض البي في؟ طبعا بيبقى فيه إفرازات من المهبل أو الفاجينا، بيبقى فيه إفرازات رمادية كده أو بيميل لونها إلى اللون الأبيض، وخدي بالك ممكن يكون لها ريحة وممكن ما يكونش لها ريحة. ولو في ريحة في بعض الناس بتوصفها كأنها ريحة زي مثلا ريحة السمك، وخاصة الريحة دي بتبقى أسوأ أثناء السكس، ونص النساء اللي موجودة على العالم بيصابوا بيه البي في وما بيبقاش له أعراض خالص. ما هي العلاجات المستخدمة في علاج البي في؟ طبعا الالتهابات دي التهابات بكتيرية، يعني إذا لازم لها مضاد حيوي، وعندنا مادتين فعالتين ممكن نستخدمهم في حالات البكتيريا دي. وخد بالك لازم التشخيص الصح، يعني لو انت شفت الاعراض دي نفس الاعراض اللي عندك ممكن تستخدمي المضادات الحيوية دي، ولو ما جابتش نتيجة لازم نعرض الحالة بتاعتنا دي على دكتور فورا، وما ينفعش نسكت على الموضوع ده، وخاصة الحالة دي بتبقى مشهورة جدا أثناء الحمل أو بعد الحمل. يعني لازم ناخد بالنا من الحاجات دي لانها ممكن تتنقل للطفل. تعالى بقى نرجع لموضوعنا، ايه العلاجات اللي مستخدمه في علاج البي في؟ عندنا مادتين فعالتين، عندنا ماده اسمها مترونيدازول 400 ملغ،
المادة دي مادة فعالة مش اسم تجاري. هتلاقي مثلا في الاسم التجاري له زي اللي موجودة مثلا في الفلاجيل، القرعة بتاعتها هيبقى قرصين في اليوم، قرصين في اليوم لمدة أسبوع، ودي بتبقى كويسة برضك على الحامل. أما المادة التانية اللي اسمها أورنيدازول دي ما هياش آمنة على الحمل، ودي بتبقى موجودة بنسبة 500 ميلي جرام، والجرعة بتاعتها بتبقى مرتين في اليوم لمدة 5 أيام. وطبعا هتلاقي من المادتين دول برضك جل أو مراهم ممكن تستخدمها على المنطقة بتاعة الفاجينا لحد ما تروح المشكلة دي، والجرعة بتاعتها ممكن تستخدمها مثلا مرة في الأسبوع لمدة 6 شهور، لأن خد بالك الأمراض دي بتبقى متعبة جدا في علاجها، يعني لازم تستحملي علشان البكتيريا دي ما ترجعش تاني خالص. وفي بعض العلاجات اللي هي الشعبية زي مثلا الألبان والزبادي والحاجات دي، في ناس بيقولوا لك إن هي ممكن تحوش الالتهابات البكتيرية، وطبعا ان نص الكلام ده صح ونص غلط، بس لو هو ما بيجيبش نتيجة وخدناه يبقى اذا احنا ما خدناش حاجة ضارة، يبقى هي ممكن تكون مفيدة. يعني لو هي يعني مش هتنفعنا فهي مش هتبقى مضرة، فيعني ممكن نستخدمها عادي زي مثلا الزبادي والألبان. دي بتحتوي برضك على بكتيريا نافعة، بقولك ممكن البكتيريا النافعة دي تهاجم البكتيريا الضارة اللي هي بتصيب في الأعضاء التناسلية، فممكن تتخلص من البكتيريا دي. وبرضك اهم خطوه في خطوات العلاج اللي هي مثلا نحافظ على شرب الميه ونسبه الميه ما تكون كتيره في الجسم، ونخلي بالنا من حالات الجفاف وخاصه في الايام الحاره اللي احنا فيها دي. طب ازاي نمنع تكون البي في؟ طبعا من الخطوات المهمه جدا في منع اللي هو البكتيريا فاجنوزيس اللي احنا ما نسيبش تراكمات الميه تكون في منطقه الفاجينا، او ما ندخلش الميه في منطقه الفاجينا لو في التهابات بيبقى خطر جدا. تاني حاجة ما نستخدمش اللي هي الزيوت اللي هي بتبقى موجودة، أو معظم مستحضرات التجميل اللي هي مثلا حاجات اللي هي الهاكس دي، فما ينفعش نستخدم أي حاجة بتكون مناسبة لنمو البكتيريا، يعني نخلي المنطقة دي تكون ناشفة جدا ما تكونش فيها مزحلقات أو أي مرطبات أو أي حاجة من دي. تاني حاجة أفضل حاجة ممكن نعملها اللي احنا نغسل المنطقة دي بالمية والصابون، ونحافظ على المنطقة دي تكون رطبة بس، دي أقصى حاجة ممكن تعمليها. يعني أهم حاجة النظافة الشخصية، مش شرط نأفور في العلاجات، لأن العلاجات زي مثلا الزيوت والصابونة اللي هي الروائح والحاجات دي بتبقى بتكون وسط مناسب جدا لنمو البكتيريا دي، فأفضل وأسلم حل اللي هو الغسل بالمية والصابون فقط. وبكده نكون انتهينا من حلقة اليوم، نتمنى ان الحلقة دي تكون عجبتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.